العلاج بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة لعلاج الضيق، ضيق الرزق وضيق العيش وضيق الحياة بشكل عام. عندما تعصف بك الهموم، عندما تتحول حياتك إلى مجموعة من المشاكل. أخي الحبيب، هذه السورة النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها إنها أعظم سورة من القرآن، أعظم سورة على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن سورة الفاتحة ماذا قال؟ قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر لنا هذه الآية عندما قال إن الله عز وجل لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وهي أم القرآن وهي السبع المثاني. إذن هذه السورة نحن نقرأها في الصلاة وربما كثير منا يغفل عن أسرارها. هناك أسرار محددة موجودة في سورة الفاتحة أيها الأحبة. السر الأول الذي يجب أن تعلمه أخي الحبيب أنها أعظم سورة في القرآن، وبما أنها أعظم سورة في القرآن يجب أن تقرأها على الأقل سبع مرات، لأنها هي السبع المثاني، والرقم سبعة مرتبط بالشفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح بقراءة الدعاء سبع مرات: أن تضع يدك على المكان الذي يؤلمك ثم تقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، وقبل ذلك بسم الله ثلاث مرات. إذن الرقم سبعة له أهمية في الشفاء. فعندما تقرأ الفاتحة سبع مرات فأنت بهذه الطريقة تلتمس سرا من أسرار الشفاء، لأن هذه السورة أيها الأحبة بين كلماتها وحروفها هناك قوة شفائية موجودة نحن لا نراها ولا ندركها ولا نشعر بها، ولكن هي موجودة. وأنا سأخذكم إلى بعض الصحابة الذين استخدموا هذه السورة للشفاء. قرأوا سورة الفاتحة فقط، والنبي أقرهم على ذلك وقال لهم، سألهم: كيف علمتم أنها رقية؟ فإذا سورة الشفاء هي سورة الفاتحة، وهذا هو السر الأول. السر الثاني أيها الأحبة أن الله قسم الفاتحة بينه وبيننا قسمين. في القسم الأول نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أولا بدأنا باسم الله، ثم حمدنا الله على النعم، حمدناه على ما أعطانا من نعم كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الرحمن الرحيم تذكرنا هذه الآية برحمة الله، فلا نيأس ولا نقلق ولا نخاف ولا نفقد الأمل من الله عز وجل. مالك يوم الدين، نتذكر أنه في ذلك اليوم كل إنسان سيأخذ حقه، كل من ظلمك ستأخذ حقك منه، كل من أساء إليك ستأخذ حقك منه، كل حسنة عملتها ستأخذ ثوابها من الله سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، عفوا، آية العبادة، أنت تقر أمام الله أنك تعبده وتستعين به، وهو فقط الذي يستحق العبادة والاستعانة. لذلك كلمة إياك لم تذكر إلا في سورة الفاتحة، يعني لو بحثت في كل القرآن تجد فقط في سورة الفاتحة ذكرت كلمة إياك مرتين: إياك نعبد وإياك نستعين.
إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الذي يستجيب الله به دعاءك عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، أنا أقول دائما أيها الأحبة، كثير من الناس يظن أن هذا الدعاء هدفه الآخرة أو هدفه أن يرزقنا الله العمل الصالح. إذن ينبغي أن نوسع فهمنا لهذه الآية الكريمة، لا تقتصر الهداية على الآخرة فقط، بل على الدنيا، على شؤوننا اليومية. يعني أنت في كل لحظة تحتاج للهداية، في كل لحظة ربما تعترضك مشكلة تحتاج أن يهديك الله للحل الصحيح، ربما يعتريك مرض تحتاج للعلاج الصحيح، ربما يصيبك حادث أو شر معين ولا تعلم كيف تعالج هذا الأمر، فتحتاج إلى الطريقة الصحيحة في العلاج، الطريق الصحيح في حل المشاكل. ربما يضيق رزقك، تحتاج إلى الطريق الصحيح الذي تسلكه من أجل تكثير الرزق، وهكذا أيها الأحبة. فمن أسرار هذه السورة أنها سورة الهداية، لأنك تطلب من الله أن يهديك إليه، اهدنا الصراط المستقيم. فعندما تكرر هذه السورة وتكرر هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، يجب أن تضع في دماغك أن الذي يهدي هو الله، وأن الله قادر أن يهديك إلى الحل الصحيح، يهديك إلى الرزق الصحيح، يهديك إلى السلوك الصحيح في حياتك. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الذين أنعم الله عليهم أيها الأحبة؟ الأنبياء أنعم الله عليهم، كل إنسان صالح هو ممن أنعم الله عليه. لذلك أنت عندما تسأل الله عز وجل أن يهديك إلى الطريق الذي هدى إليه هؤلاء الأنبياء الكرام، هؤلاء الصالحين، لكي تسير على طريقهم. لأنه اليوم أيها الأحبة، ظلمات الإلحاد تعصف بهذا العصر، اللهو عن ذكر الله، الإعلام اليوم يضخ كمية هائلة من، يعني يمكن أن أسميه التلوث بالمعلومات، تلوث أدمغتنا بهذه المعلومات التافهة والفارغة. وبالتالي نحن نحتاج أن نعود إلى الله، نحتاج إلى أن نعود إلى الطريق الصحيح. طيب من الذي يعيننا على ذلك؟ هو الله، هو القادر أن يهدينا للطريق الصحيح، هو القادر أن يرزقنا الهداية ببركة هذه السورة العظيمة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا أنا يجب أن أتوسع معكم في فهم هذه الآية الكريمة، وأرجو ألا يضيق فهمنا أننا نعتبر فقط أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. لا، إبليس الله غضب عليه، يعني هو ليس من اليهود ولا من النصارى، وطريق إبليس محفوف بالمخاطر. فعندما تسأل الله عز وجل أن يهديك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، كأنك تقول يا رب كل شخص غضبت عليه أبعدني عن طريقي، نجني من هذا الطريق. كل شخص غضب الله عليه أنا أرجو الله أن يبعدني عنه وعن شره وعن طريقي، أو عن الطريق الذي سلكه، أو عن الأعمال التي كان يقوم بها. الشيء الثاني أيها الأحبة، الضالون، صحيح أن اليهود غضب الله عليهم بسبب قتلهم للأنبياء، وكثير من النصارى قالوا إن المسيح ابن الله، وبالتالي ضلوا عن الطريق الحق. فإنما الذين ضلوا كثيرون، البوذيون اليوم أليسوا من الضالين؟
الذين يسجدون لأصنام على شكل بوذا أو غيره أليس من الضالين؟ الملحدون اليوم أليس من الضالين؟ ضلوا عن طريق الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نوسع فهمنا لهذه الآية الكريمة ولا نحصرها فقط بفئات معينة لكي يعني يكون دعاؤنا مستجابا، لأنني أنا كإنسان أقول يا رب أبعد عني سلوك كل إنسان غضبت عليه وكل إنسان ضل عن طريقك، أبعده عني هو وطريقه، واهدني إلى طريق مستقيم تحبه وترضاه، طريق الذين أنعمت عليهم، طريق الذين رضيت عليهم من الأنبياء، من الصديقين، من الشهداء، من الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهنا أيها الأحبة، هذه الأسرار الثلاثة من سورة الفاتحة ألخصها لكم باختصار. أول سر أنها أعظم سورة من القرآن، فعندما تدعو الله بسورة الفاتحة فأنت تدعوه بأعظم سورة من القرآن. السر الثاني أنها سورة الشفاء كما أكد نبينا عليه الصلاة والسلام. والسر الثالث أنها سورة الهداية، وكم نحن بحاجة أن يهدينا الله في هذا العصر كما قلت لكم لكل شيء يحبه ويرضاه. فإذا رضي الله عنك ماذا تريد بعد ذلك من هذه الدنيا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنكم جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.